المستشار، خليني اتكلم فيه، ما زلت في الاجتماع واحنا بنتكلم خلاص على توفير واستيراد او الافراج من الموانئ عن السلع الغذائيه والادويه، وهذه هي اولويات الحكومه الان، مش كده يا فندم؟ بالضبط يا فندم. طيب المطلب الشعبي بقى، واحنا بنتكلم في اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء، اللائحه التنفيذيه هتطلع امتى ولما هتطلع؟ هل هتبقى واضحه وتبقى جاذبه للمواطن ولا هتبقى ايضا معرقله وصعبه بالنسبه له؟ اطلاقا يا فندم، اللائحه التنفيذيه القانون واللائحه التنفيذيه غرضهم الاساسي هو التسهيل على المواطنين. ان شاء الله يعني جاري اصدار اللائحه التنفيذيه، يعني ان شاء الله بنتوقع خلال ايام. سبق ان اعلن ثانية واحدة، خلال أيام يا فندم. ده خبر هايل، خلال أيام هتطلع اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء. إن شاء الله يا فندم. هايل. معالي السيد المستشار عمر مروان وزير العدل سبق أن أعلن أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية في موعد أقصى 22 فبراير الجاري. تمام. اللائحة يا فندم 22 فبراير، يا سيادة المستشار ده خبر حلو قوي، ده احنا يوم الاربعاء 20، يعني بنتكلم على في خلال ساعات. خلال ان شاء الله يا فندم. يعني كافة الجهاز وعلى رأسها وزارة العدل هتعمل على اصدار اللائحة ان شاء الله، يعني خلال ساعات كما ذكرت حضرتك. هايل. ان شاء الله اللائحة أو القانون كمان نص على العديد من التسهيلات للمواطنين. استأذنك أهمها، معلش يا سيادة المستشار، يعني التسهيلات بصورة أساسية يا فندم. في جزء كبير منها مرتبط ب يعني رسوم التصالح كما تعلمين حضرتك. يعني القانون نفسه نص، هدف القانون هو تقنين أوضاع أي مخالفات في مجال البناء، وبالتالي هناك تسهيلات عديدة نص عليها القانون، ومنها على سبيل المثال في حالة السداد الفوري هناك تخفيض 25%. تمام. هناك أيضا يعني إمكانية لتقسيم الغرامة والدفع على تقسيطها وتقسيطها على حتى 5 سنوات، ممكن حتى 3 سنوات بدون فوائد. بدون فوائد بالظبط. وممكن إذا زادت عن 3 سنوات حتى 5 سنوات بيكون في نسبة فايدة بسيطة جدا على الرسوم التصالح. كما تعلمين حضرتك أيضا القانون بيراعي يعني يراعي الظروف بعض الحالات، فيجوز لمجلس الوزراء تخفيض سعر التصالح حالة السداد الفوري. حلوة قوي. يعني طبعا هناك أيضا مراعاة في حالة دفع أي رسوم بناء على أحكام قضائية بيتم خصمها ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل الطلب. فهناك هناك أيضا العديد من النقاط التي نص عليها القانون والتي ستراعيها اللائحة إن شاء الله عند صدورها. هتطلع سهلة وسلكة وبسيطة والناس تبقى فهماها وتبقى الناس كلها عايزة تتصالح، ده مهم. يعني طبعا اللائحة بتهدف إلى التسهيل على السادة المواطنين، مع مراعاة طبعا بطبيعة الحال أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية واستمرار جهود إزالة التعديات. وهذا الأمر كان أيضا كان يعني بارزا خلال الاجتماع اليوم، حيث أشار معالي السيد وزير التنمية المحلية إلى الإجراءات التي تمت من قبل المحافظات لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية. أيوه ده مهم قوي. يعني على سبيل المثال أشار معالي السيد وزير التنمية المحلية إلى أنه عقب أو مع انتهاء المرحلة الأولى من إزالة التعديات، يعني تم إزالة تعديات بلغت حوالي 4744 مبنى مخالف على أملاك الدولة. خبر أبيض. وأيضا تم إزالة 1438 حالة تعدي على أراضي زراعية أملاك الدولة.
يا خبر ابيض. وتم إزالة أيضا 127 مخالفة استزراع سمكي. فهناك العديد من الجهود التعديات دي التي، هتفضل مستمرة معانا ولا ايه يا فندم؟ لا أكيد طبعا يا فندم، الرقابة، لازم بقى يعني يبقى في ناس الحازمة، تشد حيلها شوية. ايوه لا الرقابة الحازمة يا فندم ايوه يعني ليها دور فعال جدا في القضاء على تلك التعديات. نعم وكما ذكرنا أيضا من قبل، يعني هناك متابعة للكافة من قبل كافة الجهات نعم لإلزامها بضرورة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومحاسبة حتى الموظفين المتقاعسين عن هايل متابعة تلك التعديات. هايل 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 يعني إن شاء الله كافة الجهود مستمرة لوقف تلك التعديات، وإن شاء الله ستنتهي مستقبلا مع تطبيق قانون التصالح، وكذلك مراعاة عدم السماح بأي تعديات مستقبلا. مستقبلي ست المستشار محتاج